السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد في قناة طاولة الطبخ مع لطيفة وسعيدة. اليوم رشقت لينا نديرو واحد تشيز كيك على طريقتي، سهلة مهلة باللي عندكم متواجد في الدار. انا عندي هنا قاطو، هانتوما كتشوفو بكيات محلولين في النص، شي في البلاستيك، شي نحتاجو الفرماج. الفرماج كنستعمل ديال ليد، اللي انا دائما كنقولها لكم كيعجبني بزاف، الناطة، زبيده اللي غادي نذوبو باش ندهنو بها داك الكاطو، وستيبيا غنديرها بستيبيا لان انا ما كنستعملش السكر. ومن الفوق غادي نديرو ميرميلاده، حتى هي درتها في الدار ديالي بفروتوس الرخوص، كنشريهم من ليدل ولا من ميركادونا، كيكونوا مجمدين وكنصايبهم انا في الدار على شكل كونفيتور بستيبيا. دونك ناخذ هذا الكاطو كما كتشوفوا هانتوما، عندي هنا ماريا، وفي البلاستيكه الاخرى توستاريكا، سي توستاريكا، ما غنزيد لها لا سكر لا والو لان ديجا هي الكاطو حلو، ما كاينلاش نزيدوا له الحلاوه. نتفاداو الحلاوه ما امكن، نحيدوها علينا لان الحلاوه راه غير مضره وصافي. وهذوك الكراكر اللي غادي نزيد من بعد راه ما فيهم لا سكر لا ملح، راه كيتباعوا مسوسين، يعني غير طحين وصافي دقيق. دونك غادي نطحن داك الكاطو. بين قوسين كنت بغيت نشير لواحد الموضوع هضرت فيه البارح مع الاخت ديالي، قالت لي بان في المغرب راه خرجوا داروا تظاهره باش يحيد عليهم ربي البلاء ديال هذا الفيروس اللي راه دابا الكورونا. ما صدقتش الصراحه، ما فهمت والو. يعني قلت لها كيفاش المغرب تبارك الله خدات الاجراءات ديالها باش الناس تجلس في الدار ديالها وتا واحد ما يخرج حتى تفوت هذه الازمه، باش الاطباء مساكنين الله يتكافوا بالمصابين، ناضوا هما خرجوا باش يزيدوا يكثروا النسبه ديال المتعاديين ديال الناس اللي تتعادى، لا حول ولا قوه الا بالله. المهم ما عجبنيش الحال الصراحه، لان المسائل بنادم واش باقي حتى لهاد الدرجه جاهل ولا ما فهمتش. المهم ما علينا، نتمنى الدوله تاخذ الاجراءات ديالها في حق هاد الناس اللي تصرفت هاد التصرف، ويمكن ياديو الالاف ديال الابرياء. غندوب الزبده البنات، المقادير غادي نخليها لكم في قناه الوصف لتحت باش اللي بغى تجربها على الراس والعين تلقى المقادير مضبوطه. غادي نخليها لكم هنايا، درت شويه ديال الزبيده، الثمن ديال 80 غرام، ما وصلاش 100 غرام، غير النسبه اللي غادي تذوب لنا تيدراتي لنا داك الكوكيز. غادي نزيدها، نتوما كتشوفوا شتو مازال ناشف، زدت له شويه ديال الزبيده، وغندير شويه ديال القريفه، كتعجبني نسمه هاد القرفه تكون مجهده فيها. صافي غادي ندهن، وغادي ناخذ القالب ديال الحلوه، ديال القالب اللي بغيتو، يمكن 23 سنتيمتر فيه القالب. غادي نديرو تما، وغادي ها نتوما كتشوفوا درت له واحد الكاغيط لتحت، وغادي ندير داك الخليط تما، ونبدا نبدا كندكنو حتى يتجانس مع بعضياتو، يجي على شكل يعني مقرص مزيان. ها نتوما كتشوفوا بلا ما نكثر عليكم الهضره. كنت كنفتش على كنفتش على الطويصه باش نخدم بها حسن، هادي حسن. صافي غادي نديرها في الثلاجه باش تبرد على ما بد وجدنا الحشوه. هنا نجبد اغار، غادي اغار راه كتعرفوه هو واحد الفيبر اليمونتير، كيدير كيجمد لنا لي ليكيد، وهذا اغار ديال البحر يعني من لي زالغ مارين. غادي نفزك دو ساشي لان كل ساشي كيصلح الميديو ليترو ديال العبار. انا غنفزك جوج، ندير لهم الماء حتى يفزقوا مزيان، نخليهم على جنب فاش نكون كنوجد الخليط ديال الفرماج مع الناطا، غنسخنو في الميكرو اوند باش نزيدو راه الا فاش كتشريو العلبه ديال اغراغار كيعطيك الطريقه يعني مشروحه مزيانه كيفاش دير تستعملو. كيدار في الباناكوتا، كيدار في
في النطيه الا بغيتو، كيدير في اي حاجه الاغار اغار الا بغيتو ديروه. صافي ها نتوما خديت النطا، راني كان درتها تما، خديت هذيك الطنجره لان الكاسرونه ما غاديش تهز ليا. صافي وغادي ندير الفرماج 200 200 يعني 400 غرام ديال الفرماج في ميديو لترو ديال النطا. درت فيه دو ساشي ديال اغار اغار، والستيبيا غادي ندير 3 حتى 4 المعالق ديال الستيبيا ليكيدا. ها الاولى، الثانيه، الثالثه، من بعد غادي نزيد واحد النصيص. نتوما غادي تذوقوا، بغيتوها حلوه غتزيدوا، بغيتوها انا دائما كنفضل ما تكونش الحلاوه بزاف. راه واخا ستيبيا راه كطلع الانسولين في الدم، راه ما نسمعوش ستيبيا ونقولوا راه زيرو كالوري، راه ما كدير والو. الحلاوه كلها عندها نفس المفعول، غير وكان هادي نباتيه يعني ماشي كيميك، يعني ما غاديش تضرنا. صافي كنخلط مزيان هذيك، وراها فوق العافيه انا عطيتها رقم 7 باش تاخذ ليا الحراره. فاش نبداو كنشوفوا الحراره بدات كتسخن هذيك الناطه مع الفرماج، غادي نيدراتي في الميكرو اوند داك الجيلاتين. انا ذقتو باش نعرف نسبه الحلاوه، لقيتو شويه مسوس. ودائما راه فاش كيبرد الخليط راه كيكون ناقص السكر على فاش كيكون سخون، هذه راه حاجه معروفه. صافي درت هنا النكهه ديال الفانيليا، انا كتحمقني ريحه الريحه ديال الفانيليا المذاق. صافي كنستمروا بالتحريك باش ما يلصقناش داك الخليط. هانتوما راه ساهله يعني، ماشي شي حاجه اللي هي واعره. نديروها لولادنا في هاد، راه كتعرفوا دابا في هاد الوقت اللي راه عندنا الصراحه، راه الوقت كيشيطنا النهار كامل. حنا في الدار كنعياو وما نديرو، تنديرو التمارين، كنديرو لي زاكتيفيتي، كنديرو نلعبو، كندير نشوفو التلفازه، واخا هكداك النهار طويل البنات، طويل بلاقي الصراحه. والواحد راه كيعيا الصراحه كيعيا، وبنادم ما كيخرج ما والو، راه القنط وصافي. هنا كما كتشوفوا راه سخنت الاغار اغار حتى داب ليا كامل، وانا زدت بديت نحركوه ونخليوه جوج دقائق باش يتفاعل مع الخليط اللي درناه، لان سينو بحال الا ما غاديش يطيب لنا ديك الفيبرا اليمونتير، ما غاديش يطيب لنا في الليكيد. صافي غادي راه خليته على رقم 7، يعني الحراره شويه طالعه ماشي هواده، راه كنحرك. صافي ودابا في هذا الاثناء انا راني كنسجل الفيديو، وراه بنتي والزوج ديالي كيصفقوا ليه، لان راه دابا خديناها كعاده دائما على الساعه 7، 8 في مدريد، 7 في كاناريس، كنحلوا النوافذ ديالنا وكندقوا تشجيعان، كنصفقوا تشجيعان الاطباء والترونسبور والبوليس وكاع الناس اللي راه خدامه، والمجهودات اللي كدير في سبيلنا حنايا المصابين، وحنايا اللي رحنا جالسين في الدار، لانهم الصراحه راهم كيقوموا باعمال ممتازه وفي المستوى، وما عندي ما نقول في هذا الموضوع الصراحه. شابو شابو شابو. صافي ها نتوما راه كبيت داك الخليط، راه بنتي كتعيط لي كتقول لي اجي ماما تصفقي. اليوم ما غادي نصفق، غادي نكمل الفيديو. المهم هنا كبيت داك الخليط كامل، وغادي نديروه يبرد يعني يتجمد. انا درته في المجمد، راه الصراحه ما واحد الساعه ولا ساعتين صافي راه كيولي جامد دغيا دغيا كيجمد. كي
قلت علاش لا نتقاسم معكم الغداء ديالنا اليوم. درت الفيديو دونك علاش لا نشارك معكم الغديوه ديالنا. كان عندي صدر الدجاج كنت جبته في الامس من الكونجيلاتور، او طبيعه الحال غسلته بالحامض والملحه وغسلته مزيان. ودابا عندي تما جوج ديال صدر الدجاج، خديت وحده بغيت نديرها على شكل فاخيتاس. ها انتم راه كيديروا حتى كيطلقوا حتى فويغوس، يعني كيشكروا الهيئات والبوليس وكيشكروا كاع الناس اللي راه خدامه. دونك هنا صدر الدجاج كنقطعوا فينا مينتي لونتشيتاس هكذا فيناس فيناس فيناس. كما كتشوفوا انا دائما كنستعمل البلاستيك، ما كنبغيش نقطع اللحم على الخشب باش ما انفكتيهش. صافي غادي نقطعو، كنحيد ديك الشحيمه كنرميها لها. غادي نديرو فخيطاس ديال الدجاج بالبصيله والفليفله حمراء. صافي انا قطعت البصيله، قطعت البصيله وغادي ندير شويه العطريه، ندير المليحه، سكينجبير. عندي هنايا الفخيتاس عندها واحد، انا جبدت الثومه يابسه والبصله وشويه ديال الكوري، وانا غادي نجبد واحد العطريه خاصه ديال الدجاج كتجي كامله مخلطه. الا بغيتي ديريها في الفران ولا فخيطه رائعه، كتعجبني في الدجاج الصراحه، كتعطي واحد البنه زوينه زوينه بزاف. ها درت له العطريه ديالو. نتوما هنا بغيتو ديروا الحاره ديروها، انا حيت البنيته ديالي غادي تاكل معايا ما كنديرلوش الحاره، هو كيجيب الحاره زوين. صافي غادي نخلي داكشي يتشحر مزيان. هنا قطعت الفليفله، راه مازال كيتشحر على عافيه مهيله. فليفله حمراء غير طريف شويه ماشي بزاف، لان الا كثرنا عاوتاني الفلفله ما كيجيش بنين، ما كتجيش ديك فخيطاس بنينه. هي فخيطاس راه اكله مكسيكانا كياكلوها بالهريسه حاره، كتجي في ديك التورتيلا، خبز التورتيلا كتجي يا سلام، كيقولوا لهم فخيطاس. هانتوما راه زدت واحد نص بصله حمراء ودرت ديك فليفله، وغادي نخليها ندير شويه ديال صلصه صوجا كيتواتى مع الدجاج بزاف، ونخليه يدوب على خاطرته، يعني يطيب على نار مهيله باش يجي معسل. ونأكومبانيو الغديوه ديالنا بالشليضه. هنا درت شويه ديال الكروم وشويه ديال الشلاضه ليتشوغا. غنديرو الزيتون، غنديرو الذرة، غنديرو شوية الباستا. هادي باستا تريكولور كتعجبنا بزاف لا سالاد، راه كنت وريتها لكم في التقدية اللي درت ديال هاد الحالة اللي تقاسينا بها. كنت تقديت شوية ديال القطاني وشوية ديال لي بات وريتها لكم. ها انتوما ديك الدجيجة، ها انتوما راه بدات كتعسل، غادي نخليها تزيد. صافي كنقي الخيار، الخيار الا كان بيو بلا ما تحيدوا له القشره، ولكن هذا ماشي بيو، هذا عادي. شريت الخيار صغير ولقيته طري وشريته. انا نورمالمون كنشري البيبينو هولانديس بيو، هذاك ما كنحيدلوش القشره بزاف. صافي غادي ندير له بيبينو مصير، فلفله حمراء، الذرة سميتو هذاك اسباراغوس كيعجبونا في لي سالاد،
وانتم اللي بغيتوا ديروا لاصالاد ديالكم تزيدوا لها الفرماج، تزيدوا لها لافواكاتي، تزيدوا لها اللي حبيتوا نتوما في لاصالاد غادي تزيدوا. حنا كتعجبنا هاد النوع ديال لاصالاد، كتعجبنا هاد النوع ديال لاصالاد ناكلوه بزاف بلي باستا، كتجي اكله متكامله الصراحه. ما خديت البصله حمراء، انا وليت كنستعمل بزاف البصله حمراء، كتعجبني في الشلاضه في الماكله، وهي احسن من البصله بيضاء، صحيه اكثر. شفتوا هنايا انا غسلت كل شيء، الفلفله والذره والبيبينو، كانت قضالي الابيو، كنزيد له نورمالمون الابيو. نتوما بغيتوا تزيدوا الباربا محكوكه، بغيتوا تزيدوا اللي بغيتوا، خيزو محكوك اللي بغيتوا في الشلاضه تقدوا تزيدوه. كل ما زدنا الخضر الا وكانت اكثر صحيه. غنزيد لها كلشي داكشي، غنقطع البصيله، وهنا اللي بقى لي في الدره غادي نخبعو طبيعة الحال. الدره ما نكتروش منها، الناس اللي كدير الحميه ما يكترش من الدره، لان الدره فيها نسبه عاليه ديال السكر. انا كنشريها غير على ود بنتي كتعجبها الصراحه. صافي غادي نقطع البصله، دابا غادي نرجعوا للطارطه ديالنا التشيز كيك. هنا جبت داك الميرميلادا، غادي ندوبها نديرها فوق العافيه باش تجرى لينا شويه. وها هي الاغار اغار، درت واحد الصوبري لاني سبق لي اللي عندي تما، وهنا واحد البريري داتاي راه كنت كنشحرو غير بالحبوب البنات، راه ما عندي لا نعناع ولا شيبه، غير بالحبوب، ولكن الحبوب بيو صافي. وكنديرها تاي بستيبيا، ما كنديروش انا بالسكر. ها نتوما الميرميلادا غادي ندوزها شويه فوق النار باش ترخى لينا تولي جاريه، لان هذه هي اللي غادي نديرو فوق التشيز كيك. ما نزيد لها لا سكر ولا والو، لان ديجا هي راها مصايبه. صافي فاش ترخى شويه غادي نزيد، غادي نسخن الاغار اغار. وغادي نزيدو تما هنايا التكويت وزيتو بسريبيتا صافي. غادي نطفي عليه صافي، راه وجد معنا غير واحد دقيقه ولا جوج باش يتخلط لنا. دائما نخلطو اغار اغار مع اللي باغيين نطيبوه في الحراره باش يندمج كلشي ويدوب. صافي انا زدت، كنبقى ليا تما في، كنبقى ليا تما في الطاسه انا زدتو، وراه الصور كتعبر على كلشي. دابا هنا خديتها من الكونجيلاتور، راه جمدات معنا باش البنات ما يضيعناش الخليط اللي عندنا لتحت. نديرو شي حاجه مثلا معلقه ولا شي حاجه الخشب،
باش اون ميم طون ما طيحش مباشره وتضيع لنا المساله ديالنا. نديرو معلقه نبداو كنكبو عليها بشويه بشويه. راه هادي كنعاود راه ماشي كونفيتور، هادي راه فواكه، يعني ماشي كونفيتور عامره حلاوه، فواكه صاوبتها راسي انا في الدار بستيفيا وعصير الحمض. الا بغيتوها نديرها معكم شي نهار وهكا يستافدوا اللي مهتمين بالامر. باش فاش ناكلوها كتيجي داك الخليط ديال الفروماج والناطا مع الفروطه ديال البوسكي، لذيد 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 البنات صدقوني. صافي درت هاد الجمد، ها الصالاد ديالنا وجدات. هنا غادي نزيد الباستا، ندير زويته بلديه وندير الخل والمليحه. غداتنا اليوم عاديه عاديه وبسيطه. هنا عندي ديك الليمه ولكن غادي نستعمل الخل المغربي فاش كنمشي عند الجزار كنشري عليه. وهذه خلطه ديال الانسلاطه كيجي فيها الملحه العشوب. وهنا نسيت بغيت نحيد انا لا سلطه ديالي بلا لي بات. صافي صافي غادي نخلط كل شيء ونوريكم كيفاش غادي نقدموه الغديوه ديالنا. هايك فخيتا غادي ندير البوريتو، كيقولوا له البوريتو نفس هنايا في كاناريس كيقولوا له البوريتو. نديروا الدجاج في الوسط، كاين اللي كيزيد الفرماج، بغيتو تزيدوا الفرماج من الفوق وتعاودوا تردوها في الطوسطاده باش تقرمل. حنا كناكلوها هكا، كندير له هكا. راه مشيت باش كنقلب على الزويف على البابي البابيل. صافي غادي ندير لبنتي هنايا لاين سلطه، ندير لها تما سلطه وانا غادي نوجد لي نفس الشيء. كنقلب هنا على الزويف، ها هو. بغيتو تاكومبانيوه مع الفلفله الحاره، قلت لكم هذاك البوريتو راه كيجي زوين بالفلفله الحاره. وهنايا طبيعه الحال الزوج ديالي ما كياكلش الدجاج، غادي يدير واحد امبورغيسا. هذه امبورغيسا فيجيتال ديال الريمولاتشا ديال من الباربا كما كتشوفوا، 100% فيجيتال خيميو فري من لا مارك ميلك. كيجيو في الباكيه 6، راه كيتباع في ميركادونا، كيتباع في ميركادونا وفي الكورت انجليه وايبر كور ايبر دينوس. وبطبيعه الحال ضروري نوريكم تشيز كيك ديالنا كي جات، ولا اروع ما تخيلوش شحال بنينه. كنصحكم تجربوها. انا غادي نفتحها معكم مباشره. هيا جبدناها من الثلاجه، راه ما خليتهاش في الكونجيلاتور لان دغيا دغيا كتجبد. نديروها في الثلاجه الفوق ونخليوها. راه درتها انا معكم في الصباح وانا في العشيه كنجبدها باش تشوفوها. ها هي غادي نقطع واحد الطريف غادي نوريكم. هيا كنوريها لكم تشيز كيك ديالنا ساهله مهله باغار اغار يلي ما كاين ما احسن منها. وغادي ندير واحد القهيوه هي اللي غادي ناكومبانيها مع داك المخصو ديال لاطارت يلي. هانتوما قطعت لوليداتي حتى هما، ودابا غادي ندير القهيوه ديالي علاش لا. راه غسلت هنايا الكافيتيرا ديالي الصباح. شوفوا شوفوا نتوما ما رديتش البال بان خصها تشد معكوسه. صافي غادي ندير لا كابسول. هادي ديسكافينادو، هادو لي كابسول ديال نسبريسو زوينين ديال ارابيكا. هادي ديسكافينادا لان ما صافي غادي ندير القهوه ديالي
يلي. وهو هذا البنات، نتمنى يعجبكم الفيديو. كنشكر جميع اللي انضموا للقناة ديالنا، ومرحبا بالناس الجداد ومرحبا بالناس القدام، وشكرا على المشاهدة والتشجيعات. وما تنساوش تشيروا لنا بلايك فضلا وليس امرا طبيعة الحال. وان شاء الله فيديو قادم ان شاء الله نديروا حاجة جديدة. وتهلاو ليا فراسكم، ويا ربي تحفظنا وتحفظ جميع خوتنا وجميع العائلات ديالنا. الهلا تورينا بس فيش اي واحد، والله يشافي المرضى، الله يشافي جميع المرضى، والله يبعد علينا هاد البلا وهذا ما يقول بنادم. ومع السلامة.